تنتهي مهمة حاملة الطائرات الأمريكية USS نيميتز في مياه الخليج. بعد نحو 9 أشهر هناك، اتجهت الحاملة إلى المنطقة الخاضعة لقيادة المحيطين الهندي والهادئ وفق وزارة الدفاع الأمريكية. بقاء إحدى أضخم الحاملات العسكرية في العالم في منطقة الخليج لم يعد ضرورياً وفق مسؤولين، في ظل وجود قوة عسكرية كافية للرد على أي تهديدات إيرانية محتملة. في ظل هذه التطورات، نفى مسؤولون في البنتاغون لقناة الحرة نشر نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في المنطقة، على عكس ما نشرته بعض التقارير الإعلامية مؤخراً، إلا أنهم أكدوا التزام البنتاغون بتعاون قوي في مجال التكنولوجيا الدفاعية مع إسرائيل. مغادرة USS نيميتز منطقة الخليج يتزامن مع طلب إيراني من أوروبا التدخل مع واشنطن بخصوص العودة للاتفاق النووي. لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية استبعد العودة للاتفاق قريبا، وقال إن إدارة الرئيس بايدن ستتشاور مع حلفائها وشركائها والكونغرس قبل الوصول إلى المفاوضات. بالطبع نحن بعيدون عن ذلك، هناك العديد من الخطوات في هذه العملية بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا وكذلك مع الكونغرس قبل أن نصل إلى النقطة التي سنتعامل فيها مباشرة مع الإيرانيين. برايس نبه أيضا من إطلاق طهران صاروخا قادرا على حمل قمر صناعي، محذرا من أن التجربة من شأنها أن تعزز الترسانة الصاروخية الباليستية الإيرانية.